دعا مسؤولون في حكومة دبي إلى مشاركة القطاع الخاص في المساهمة بالاستثمارات المنتظرة استعدادا لإكسبو 2020. جاء ذلك من خلال مؤتمر وجهة دبي 2020 الذي أكد فيه المستمعون أن دبي ستشهد تسارعا كبيرا لتنفيذ مشاريع معرض إكسبو 2020 باستثمارات تصل إلى نحو 6 مليارات درهم، وأن هذا المبلغ يبقى لازما لتغطية تكاليف التطوير والتكاليف التشغيلية للمشاريع إلى حين موعد اختتام المعرض. قبل الفوز في الإكسبو أعلننا عن أطول برج مكاتب في العالم، وفي توسعة أبراج بحيرة جميرة اللي تمثل فوق 8000 شركة و80 ألف شخص يعمل ويعيش في المنطقة، والتوسعة سيكون زيادة على هذا. ووعدنا الشيخ محمد في 2015 بنوصل فوق 10000 شركة.